السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبابي في قناة إيمي كروشي. النهاردة إن شاء الله هناخد وحدة الإنسيال ديت، دي تاني واحدة أقدمها لكم في الإكسسوارات اللي البنات بتحب إن هي تعملها بإيديها وتلبسها. إن شاء الله تنال إعجابك، ولو عجبك الفيديو بقى ما تبخليش عليا بالاشتراك في القناة، واعملي لايك وشير وسبسكرايب واشتركي في القناة علشان يوصلك مني كل جديد. الفيديو اللي معنا قصير مكير، مدته قصيره جدا زي ما بيقول عمرو اديب كده. الفيديو قصير المكير بيقدم محتوى كويس، تجربه هتعمليها بايديكي وان شاء الله انك انت هتقدري انك انت تنفذيه. يلا معايا على بركه الله نبدا. انا جبت عندي خيط اليزا ديفا هستعمله، ومجموعه من الخرز بيجاب من عند الخضوات، والابره ابره عاديه. الابره ديت على اساس ان انا اعملها واصله بين خيط الكروشيه والخيط دوت عشان افوت منه ايه الخرز. انا بجيب الخيط كده والضمه من الاخر، تمام، وافوت ايه الخيط بتاع الكروشيه، يبقى عندي بالشكل ده. تمام، هجيب بقى الايه الخرز وافوته زي ما تحب انك انت ايه تشكلي المجموعه بتاعتك، الالوان انت حابه تشكليها تشكليها. هو شايفين الخرزة بتنتقل من الفتلة العادية لفتلة الكروشيه بالسلاسة، هشكل كده الايه الخرز بتاعي لغاية لما اوصل للكمية اللي انا محتاجاها. ولو معاكي بزيادة مش مشكلة، ممكن تخرجي اخر الايه الشغل بتاعك يعني. زي ما انتوا شايفين كده انا بخرج الخيط ازاي منتهى السهوله. هكمل بقى المجموعه اللي معايا وايه وارجع لكم. كده انا خلاص لضمت الخرز بتاعي كله على خيط الكروشيه. اول حاجه هعملها عقده البدايه، وبعدين هاخد اتنين سلسلة، واحد اتنين، واجيب الخرزة بتاعتي واعمل غرزة سلسلة واحدة، وبعدين اجي في تاني غرزة هنا وادخل فيها واعمل غرزة حشو وارتفع سلسله واحده، وهعمل غرزه بف في السلسله في الغرزه الاولانيه، هرتفع مره وبعدين ارتفع تاني مره، الثالثه الرابعه الخامسه تمام، وبعدين هجيب خرزة هاخد الخيط كله مرة واحدة كده، وبعدين اجيب خرزة واسحبها بايه بغرزة سلسلة، والف خيط اليمة التانية وانزل في الغرزة اللي انا كنت عملتها غرزة الحشو وعليها سلسلة، هنزل فيها كده واعمل فيها غرزة حشو وارتفع
سلسلة واحدة، وبعدين اعمل غرزة بف تانية، اخدت مرة والتانية والتالتة الرابعة الخامسة، واسحب خيطي كله مرة واحدة، وبعدين اجيب هرصة. الف شغلي كده وانزل هنا واعمل غرزة حشو وارتفع سلسلة واحدة، واكرر بقى، هرتفع مرة والتانية التالتة الرابعة الخامسة، واسحب كل مرة واحدة، واجيب ايه خرزة وبعدين اقفل عليها بغرزة ايه سلسلة، والف الخيط بتاعي الشغل بتاعي وادخل هنا واعمل غرزة حشو وارتفع سلسلة واحدة، وبعدين انزل هنا واعمل غرزة بف. ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، واطلع منهم مرة واحدة، واجيب ايه خرزة واحبسها بايه بسلسلة، والف خيطي كده وانزل هنا واعمل غرزة حشو وارتفع سلسلة واحدة، وبعدين اعمل غرزة بف تاني تلاتة اربعة خمسة، واشد خيطي كل مرة واحدة، واجيب الايه الخرزة واسحبها بايه بغرزة السلسلة، والف الخيط بتاعي الشغل بتاعي وانزل هنا واعمل غرزة حشو وارتفع ايه واحدة سلسلة، وابتدي اشتغل تاني. ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، واطلع منهم كلهم مرة واحدة، واجيب خرزة واسحبها واقلب الشغل بتاعي وادخل هنا واعمل غرزة حشو وارتفع سلسلة واحدة، واكرر بقى، ارتفع مرة والتانية والتالتة والرابعة والخامسة، واخدهم كلهم ايه مرة واحدة، واجيب غرزة واجيب خرزة واسحبها بايه بسلسلة، واكرر كده لغاية لما اوصل للايه لغاية النهاية. وكده انا وصلت للمقاس المناسب، تمام؟ يعني انا حاولت كده احطها على المعصم، يعتبر كده مقاس ايه مناسب. طيب انا هعمل ايه بعد كده؟ هنزل هنا وهعمل غرزة حشو، وبعدين اعمل القفل بتاعي، اخد غرزة السلسلة، وبعدين انا هنزل في نفس المكان اللي كنت بنزل فيه واعمل غرزة الباف، واعمل غرزة حشو، وبعدين اعمل غرزة السلسلة وقص الخيط بتاعي.
انا هداري دلوقتي الايه الفتلة ديت، هاجي هنا بقى وهدخل واعمل ايه، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة، واجي هنا وادخل واعمل غرزة منزلقة، وبعدين اعمل سلسلة واقفل شغلي، ودي هتبقى زي ايه، زي حلقة كده ادخل فيها الخرزة. وده الانسيال التاني. لو عجبك الفيديو بقى دعميني باللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلك مني كل جديد. انا سعيدة جدا بتواجدي معاكم، وسعيدة اكتر ان كنتوا بتشاهدوا معي الفيديو، ويا رب تنفذوا الوحدة اللي معايا الجميلة ديت، والتقي بكم على خير ان شاء الله في فيديو اخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكم جميعا.